اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أعطي كل سائل سؤله يا رب العالمين. اللهم أعد الجميع بزيارة بيتك الحرام يا الله. اللهم أعد الجميع بزيارة مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم أعد الجميع بالحج والعمر يا رب العالمين. اللهم أعطي كل سائل سؤله يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار يا الله. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وربنا يعيدكم جميعا إن شاء الله زيارة بيت الله الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.